عارف لما تبقى فريد جدا ومفيش زيك في الكون غير تقريبا 100 بس؟ اهي البنت اللي في الصورة دي واحدة منهم، ودي بقى اسمها تشايلا ماديسون، ودي بقى واحدة من الناس اللي بيتقال عليها انها واحد في المليون، وعندها ظاهرة او متلازمة من اغرب المتلازمات اللي هتدهشك، واعتقد ان ناس كتير ما سمعتش عنها. فبنشوف خناقات الامهات دايما مع الاطفال علشان تسريح الشعر، وتقريبا في اطفال من دول بيكونوا مظلومين وعندهم متلازمة ان الشعر مش بيتسرح. والبنت دي بقى بالذات واحدة من اشهر المصابين بالمتلازمة دي، واللي اسمها متلازمة الشعر غير القابل للتمشيط، كمان بيطلق عليها متلازمة الشعر الزجاجي. فتخيل بقى ان ممكن ان الشعر السيء ده بيؤثر على ناس كتير، فما بالك لو كان ملوش اي حل خالص وهيبقى معاك مدى الحياة. والطفلة دي اتولدت سنة 2010 وهي عندها هالة من الزغب الاشقر ده، ومع نموها كانت خصلات شعرها دي لا يمكن ترويضها على الإطلاق، بحيث الأطراف كانت بتقف باستمرار ولا يمكن تسريحها مهما عملت. وبعد سنوات من الصراع مع شعرها تم تشخيصها بالمتلازمة دي، وكان عندها وقتها 7 سنين. والمتلازمة دي بتحدث بسبب طفرة جينية بتمنع إنتاج بعض بروتينات الشعر، مما يجعل خصلات الشعر بتتكون بطريقة مشوهة، فيصبح الشعر جاف ومجعد ويستحيل تمشيطه بشكل مسطح. ودي بقى حالة نادرة جدا، لدرجة انه مفيش في العالم كله غير 100 شخص تقريبا تم تشخيصهم بالمتلازمة دي. وده بقى اللي بيخلي تشايلا دي واحد من 790 مليون شخص في العالم. والغريب بقى ان البنت دي ربطوا ما بينها وبين اينشتاين، وبعض الخبراء قالوا ان اينشتاين هو كمان كان عنده المتلازمة دي، ولذلك عيلتها فرحوا بالوصف ده وتمنوا ان بنتهم تكون اينشتاين الجديد. وبالفعل قالوا ان البنت دي على قدر عالي من الذكاء، وانها متقبلة لمظهرها الفريد ده والمختلف عن كل العالم ما عدا 99 شخص زيها. وان شاء الله اعمل لك سلسلة من الفيديوهات عن الاشخاص الفريدين واللي ممكن يكون مفيش زيهم في الكون، او تقدر تقول اللي بيتقال عليهم كده واحد في المليون. فلو اول مرة تسمع عن المتلازمة دي يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.